السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل ضمن سلسلة تعلم قراءة الكلمات والنصوص بالفرنسية. وقبل أن أبدأ، لا تنسوا دعم القناة باللايك وترك تعليق أسفل الفيديو. وإن كنت أول مرة تدخل القناة، اضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. إذن نبدأ على بركة الله. À la pêche. À هي في هو حرف. À la pêche هذا حرف L. قلنا الآ هي الفتحة بالنسبة للغة العربية. سوف أكرر دائما الحركات كيف تقرأ. إذن à la pêche. هنا E وفوقها accent circonflexe. Iden à la pêche. CH CH ou درس اليوم. CH يقرأ ش. ش هذا حرفان يقرأان حرف واحد. كلما تجدون CH اقرأوها ش ش. وقلنا عندما تجدون E في الأخير ضعوا سكون للحرف الذي قبله. à la pêche في الصيد. à la pêche. إذن ننتقل إلى النص. il هذا حرف L. il هذه vowel i. Il fait. إذن دائما عندما نجد أي فيقرأ A. عندما تلتقي مع إي تقرأ A دائما. Il fait. T لا تقرأ. Il fait chaud. إذن CH تقرأ شا. شا. حرفان يقرأان حرف واحد. CH تقرأ ش. AU تقرأ O دائما. AU تقرأ O و D لا يقرأ. إذن شو شو. Il fait chaud. غاتو غاتو أو غاتوس. غاتوس هنا فويل A وهنا U. غا هذا حرف la lettre R وهنا la lettre T. غاتوس S غاتوس. A A مي مي قلنا عندما يكون قوسان تقرأ M M و I هي الكسرة بالنسبة للغة العربية. إذن مي مي S لا يقرأ. أن قلنا UN تقرأ أن. UN تقرأ أن. شيفون شيفون. CH تقرأ شا و إي كسرة. إذن شي شي. فون قلنا ON تقرأ أن. ON تقرأ أن. تون فون سون لون جون. إذن شي فون. سور سور. U U سو سور. سا سا الآ هي الفتحة قلنا. سا تات تات لا تات هي الرأس. سا تات تات. il pêche pêche هذه لا لتر p p pêche pêche. قلنا دائما عندما تأتي حركة e في الأخير نضع السكون للحرف الذي قبلها. إذن il pêche. il a il a une,
touche. On a OU, tokra OU. وهي الضمة بالنسبة للغة العربية تو مو فو سو لو إذن تو ش تو ش توش أو قلنا أو تقرأ أو هاي أو تقرأ أو أو س س كو أو تقرأ أو كو وهذه السي قلنا مرات تقرأ سي ومرات تقرأ كا هنا بما أن أتت بعدها أو فإن تقرأ كا سكو غ غ هنا الأس لا تقرأ أو سكور أو سكور دي دي هذا حرف دي دي تي لا تقرأ غاتوس توس سي أ أس تي تقرأ اي وهذا رأيناه في الفيديوهات السابقة أ أس تي تقرأ اي سي سي تان قلنا لا ليزون لا ليزون C'est un UN, on a tout un C'est un Narbit T ma un C'est un Poids Poids Eden OI Daimen tukra wa Tukra wa Lahidou OI تقرا و كتبتها باللغه العربيه لكي تترسخ في الذهن ب و سون سون المره الماضيه شرحنا لماذا نكتب اس مضاعفه لماذا لان قلنا عندما تكون اس واحده و قبلها فوايل وبعدها فوايل يعني قبلها حركة وبعدها حركة وتكون S واحدة تقرأ Z ولا تقرأ S وإذا كانت هناك S واحدة POIS تصبح POISON POISON باللغة العربية هو السم السم وعندما نضيف S أخرى تقرأ POISON وهو السمك POISON O N قلنا تقرأ أن أن poisson سمك chat chat poisson chat إذن الآن نشرح النص باللغة العربية il fait chaud il fait chaud هي الجو حار الجو حار chaud هي حار غاتو أمي أن شيفون سور سا تيت يعني غاتو قلنا بأن غاتو هو هو فأر أو هو جرد من الجردان أمي وضع أمي هو لو فيرب ميتر وضع أن شيفون خرقة أن شيفون يعني خرقة سور سا تيت فوق رأسه لتقيه من حرارة الشمس وأشعتها sur sa tête il pêche إنه يصطاد راهي صيد il pêche إنه يصطاد il a une touche لديه لمسة يعني إنه يلمس شيء شيء يعني بصنارته إنه يلمس شيء شيئا ما au secours Au secours, il y a un najda. Au secours, diras-tu. Qala, ras-tu. Un najda. Qala, ras-tu. C'est un poisson-chat. C'est un, il y a innahu. C'est un poisson-chat. Chat, on a qu'il. Lekin, on a poisson-samak. Poisson-chat, il y a nawamina samak. Ou yusama isilour. Poisson, chat. قلنا بأن اليوم درس اليوم هو ش ش إذن
سي اش كنا تقرا شا 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 تي لا تقرا قطة او قط شا قط ش هذا او او ش فا ل في حرف ال في ش فا ل ل شوال حصان ش اشتي اشتي اشترى اشتي هي اشترى اشتي اشترى ما ما شي قلنا ا فتحه و اي كسره و او في الاخير سكون ما شي ن ن ماشين ماشين هي ماكينة نواصل ش ش باش باش يعني الصيد باش فاش فاش يعني بقرة فاش يعني بقرة إذن شا شا ش ش شي شي إي كسرة شي شو أو شو أو شو شو شي شي إي شي اش اش او ش او ش او ش اي ش اي ش ننتقل الى درس اخر وهو لا لتر في في هذه في لي olive les olives فبعد وضع la liaison تقرأ les olives les olives هي الزيتون les es es دائما تقرأ e es دائما تقرأ e es تقرأ e les زو قلنا اس عندما تكون بين دو فوايل حركه وحركه تقرا ز لي زو ليف زيتون اذا ننتقل الى النص ان يو ان قلنا تقرا ان ان جور ان جور إذن هذا هذه لا لتر جي جي مع او او قلنا هي الضمه باللغه العربيه إذن جو جو غ غ ار هذا حرف ار ان جو غ غ غ تيس غ تيس ا A volé, lé, volé. Des olives, des olives. إذن قلنا ES تقرأ E وهنا نضع la liaison فتقرأ Z S تقرأ Z des olives. وهنا في الجمع عندما تجدون اسم وفي الاخير اس اعلموا بانه في الجمع des olives dans dans a n تقرا ان مثلها مثل او ان و او ان كلهم يقرؤون ان ان فون سون تون اذا dans dans اس لا تقرا dans
لا كاف كاف. إذن سي عندما تكون تأتي بعدها آ فتقرأ ك وليس س. كاف. دو بلو بلو. لاحظوا هنا لا تخلطون بين الدي والبي، فالدي إذن لا تخلطوا بين قلنا الدي والبي. دي هذه دي وهذه بي. دو بلو بلو هذه او وهذه او هذه ال. بلو بلو. غا تيس آ آ فا فتحة آ فا لي لي إي إي لي آ آ فا لي لي زوليف لي قلنا إي إس تقرأ إي وهنا أوليف ال كسرة أوليف هنا إس تاع الجمع لي زوليف. Il a été puni. Il a été. هذا حرف T. Été. Puni. Ni. Puni. Il est. On a E, S, T, t'auras E. Il est. De veut nu de veut nu vert vert t'es la tora vert sauf un achrahel en annas. Un jour yani wahdenhar un ya wahid un jour wahdenhar. Ratu, ratus, ou ratu, a volé des olives. Volé, yani saraka. Ratus, saraka, zaytoun. Dans la cave de Belo. Fi, kef, Belo. Belo, huwa sadiqo. Fi, kef, sadiqe. Iden, dans. La cave de Belo. يعني دخل إلى la cave كهف صديقه Belo وسرق الزيتون. Dans هي في أو داخل. Ratus a avalé les olives. Ratus ابتلع الزيتون. Avalé يعني كما احنا نقولوا سرط سرط les olives. سرطهم. Avalé يعني ابتلع. Ratus a avalé les olives. Il a été puni. هو تمت معاقبته. يعني عندما سرق تمت معاقبته. Puni يعني المعاقبة. Punir le verbe punir. Il a été puni. يعني تمت معاقبته. Il est devenu vert. أصبح vert هي أخضر تي لا يقرأ. Il est devenu يعني أصبح. Vert يعني أخضر. إذن V قلنا في اليوم هو V. V vo o vo le le vole vole قلنا سرق. Vert vert هذا حرف R والت لا تقرأ. vert يعني أخضر. V V A va le A va le E عندما تكون E وفوقها أكسون حركة شرطة فتقرأ E. A va le هذا حرف L. Elle avalé.
Devenu. هذه E, E, U. وهذه D وهذه V. Devenu. نواصل. V دائما مع V. O, li, كسرة. O, li, V. V. Olive. زيتون. Olive. كاب. كاب قلنا سي عندما تأتي بعدها أ تقرأ كا. كاف. كهف. نواصل. إذن فو أو فو. فو. فا. ف. في. في. Vu, u, vu. V, v. Yve, yve. Ave, ave. Ove, ove. Uve, uve. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. أضرب لكم موعد في الدرس المقبل إن شاء الله، وكما قلت لكم في البداية لا تنسوا دعمي باللايك وترك تعليقات أسفل الفيديو والاشتراك إن كنت أول يوم أو أول مرة ترى هذا الفيديو. فبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.